ولنقاش ملف الأزمة الاقتصادية في العراق والحلول المقترحة من الحكومة وعلى رأسها الاقتراض، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمود. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، في ظل استمرار أزمة الرواتب المقترنة بشكل أو بآخر بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق، إلى أي مدى ترى أن حل الاقتراض الذي تصر عليه الحكومة يمكن أن يحل هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتراض أبسط الحلول التي تتراءى لحكومة الكاظمي في معالجة الأزمة، بينما الحل الأمثل يكمن في إعادة الأموال المسروقة بأيدي الفاسدين الذين توالوا على العراق خلال هذه الحقبة الزمنية التي امتدت من 2003 لحد الآن، إذ أن المبالغ المتوفرة لدى هؤلاء كبيرة وتغطي العجز وتقود العراق إلى خطط تنموية لمدة لا تقل عن 5 سنوات. أما الأسلوب الآن الذي تتبعه الحكومة الحالية، أسلوب الاقتراض سواء الاقتراض الداخلي أو الخارجي، فهو يمثل إثقالا إلى كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية والمالية، ثم إن الأجيال القادمة ستتحمل أعباء جسيمة من جراء الفشل الذريع التي تعيشه الحكومات التي تعاقبت على العراق، وبالتالي سيكون الفرد العراقي منذ يوم ولادته مدينا لتلك الاقتراضات التي لا تشكل منعطفا حاسما لمعالجة الأزمات التي يعيشها العراق. كيف يمكن تقييم مقترح بيع السندات والأصول السياسية في ظل عدم الشفافية والنزاهة في العراق؟ بالتأكيد هذا الأسلوب أيضا أسلوب غير ناضج لمعالجة هذه الأزمة، لأنه بيع السندات أو الأسهم التي يمكن أن تصدر من الدولة هي بمثابة قروض مؤجلة لفترة إبطاء هذه السندات أو الأسهم، ولذلك نجد أنها لا تمتلك أي رؤية اقتصادية أو مالية من شأنها أن تحد من العجز الذي يعيشه الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة، وهذا العجز كما أسلفت متأتي من خلال ما أسهمت به الحكومات التي تعاقبت على العراق وتوجهها إلى اعتماد النفط كمصدر وحيد للثروة، وأهملت القطاعات الاقتصادية الفاعلة كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، ولذلك أثقل كاهل العراق بهذه الديون والذي تعذر معها أن تسدد حتى رواتب الموظفين والمتقاعدين. وإذا استمرت على هذا المنوال فإن الاقتصاد العراقي سينهار انهيارا كبيرا، وتضعف القدرة الشرائية للدينار العراقي، وبالتالي سيكون البلد ضعيفا وغير مؤتمن من قبل الآخرين. دكتور، كيف يفسر تضخيم الحكومة للأرقام الواردة في قانون القروض والتي تجاوزت 40 مليار دينار عراقي؟ انتقد الكثير من النواب هذه النقطة، هل فعلا الرقم مضخم وما هي المتوسط المعدل الذي يمكن أن يكون في هذا القانون؟ الحقيقة ما يراد لها أي تذكير مسبق ما هي الرواتب التي
لا تستطيع دفعها، والتي في الغالب احيانا يقال تغطى ب9 مليارات واحيانا ب15 مليار واحيانا اخرى ب25 مليار. يعني لا وزارة المالية تؤكد على الرقم الحقيقي الذي يغطي الحاجة الفعلية للأشهر القادمة، ولا مجلس النواب يحدد من خلال اطلاعه على طبيعة الموازنات ما هي الأموال التي ينبغي أن يتم اقتراضها، وإن كان الاقتراض نهجا خاطئا في معالجة ما هم عليه من إخفاقات في السياسات المالية والنقدية التي تمارسها الدولة. شكرا جزيلا لكم دكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.